مرحبا بحضراتكم مرة كمان، واسمحوا لي قبل ما أبدأ يعني هذه الفقرة، لأن لسه الخبر جاي لنا حالا ولازم يعني نعزي كابتن إسلام الشاطر في وفاة والده. ما عندناش أي معلومات يعني أكتر من أن هو توفي من يعني دقائق قليلة جدا. البقاء لله كابتن إسلام، ربنا يصبركم إن شاء الله ويرحمه، بقاء لله. خلينا نتكلم ونبدأ هذه الفقرة بحديثنا زي ما كنت بقول لحضراتكم في بداية الحلقة عن البطولات المختلفة والميداليات المختلفة اللي بيفوز بيها أبطال مصر في الألعاب الفردية، والتفوق الملحوظ كمان. وأكيد إحنا كمان بنتمنى الألعاب الجماعية تحظى بنفس القدر من التفوق اللي بتحققه الألعاب الفردية. على كل حال هنتكلم في كل هذه الملفات، وهنتكلم كمان في أبرز المشاركات المصرية في البطولات الدولية حاليا. خلينا نرحب بضيفنا العزيز جدا الأستاذ شادي نبيل الناقد الرياضي. أهلا بحضرتك أستاذ شادي، صباح الهنا. أهلا بك، صباح الخير. هنا اهلا بحضرتك. معلش هي بدايه الفقره بس طبعاً احنا كل التعازي كلنا طبعا كل التعازي مره كمان لكابتن اسلام. ما فيش الم بيكون اشد من فقد احد الاباء يعني. طبعا طبعا يعني موقف بيبقى صعب جدا، نتمنى له ربنا يصبره ويصبر كل اهله يا رب.